جالي يا مغربي يا مقيم انا شخصيا في هولندا، وهولندا بلد الغربة كيعطيونا حقوقنا كاملة، وملي كنجيو لبلادنا كنبقاو محبورين وكيضيع الحقوق ديالنا وكيديروا علينا مسائل اللي لا وجود لها. انا مرزاق احمد مقيم في الديار الهولندية من الجالية المغربية اللي مقيمة في هولندا. شريت واحد الارض تداوت من السوق فيها 19 هكتار، وشريت الكارت باش شريت فيها 4 فدادين متصلة. هذاك اللي باع لي كيشري في الدان حدا في الدان، تجمعت 4 الفدادين، شريت 4 الفدادين متصلة. هو عندي في العقد ديالي ما كان لا تحفيظ لا طرقان لا حتى شي حاجة. بديت كنستغل سميتو، درت شي شجر شجر ودرت واحد الباصان وبديت كندير الشجر. ملي درت داك الباصان، الكاميو اللي كيطلع الباصان قريب الحدود هذا اللي كيدعي لي، لقاو سميتو داك لي طراس ديال الكاميو اللي كيطلع عليه الرمله والياجور وسميتو، دارت المحافظه الجماعيه، انا ما حضرتش، داروا ديك الطريق الخط. شفتوش ان كاين المحافظه ولا مع ديك الساعات خديتي محفظه ما والو؟ فكان لا لقيتهم بداو كيطلعوا لهنا، عطيتهم لاكارت ناسيونال ديالي والعقد ديال الشراء ديالي، مشيت بحالي. ملي جاو كنصورو كيلقاو واحد الخط اللي كيطلع فيه الكاميو البصان اللي بنيت، داروا خط بانه الطريق دايزه، وهي دايزه في الملك ديالي. تدوز في الملك البصان باش نبني البصان، هذاك الشيء اللي كاين. بنادم دابا اغتنم هذاك الجزار ديالي في البقعة الأرضية ديالو، دار عليا الدعوة بأنه عنده الطريق للبلاد ديالو، أنا ما عندوش الطريق حتى شي حاجة. وأنا أنا مقيم في هولندا، مقيم في هولندا كناخذوا الحقوق ديالنا في البلاد ديال الغربة، فكيف الحقوق ديالنا كتضيع في بلادنا وكيحكموا علينا باسم جلالة الملك؟ هذه هي مصيبة. الملك بارئ براءة الدين من دم يوسف. بداو سميتو حكموا عليا في الابتدائية بفتح الطريق. أنت ما حاضرش. أنا ما حاضرش، جبت لهم الشهادة ديال الناس اللي بناو الشارج، بأن ملي كيبنيو الشارج ما كاين لا طريق ديال شي حد ولا شي حاجة، هما اللي كيطلعوا. هما شفتوا الشهود ديالي البناي اللي بناهم والكاميون اللي كيطلع له كيشهدوا بانه ما كان شي طريق تما ملي بداو. المحكمه عيطت لهم لا في الدعوى ولا في الاستئناف، هذا هو الطم الكبرى. ملي بغاو دابا يدوزوا لي الحكم ما علمونيش انا لا المحامي ديالي، قالوا غادي نطلعوا لعين المكان، طلعوا هما والخبير ديالهم والمحامي ديالهم واللي كيدعيني، وداروا داك الشيء بان في الاول الخبره اللي دارت المحكمه في الاول الخبير كتب بانه كاين الشجر، والخبره الثانيه ما حضرناش داروا فيها بانه حرت الارض اللي طمس معالم الطريق. وانا فهمت هنا وانا دابا البقعه ديالي اللي ما فيهاش الشجر اصلا قبل. لا ديك الجهه حتى دازت المحافظه، هاد الجهه قبل المحافظه، ديك الجهه ملي دازت المحافظه لقاو داك الاطراس باقي ما دارش الشجر، وداروا فيها بانه داز الطريق عند الجار ديالي، هو ما كانش عنده شي طريق عندي، انا الملك ديالي انتهكت وانتهكت حرمته الارض ديالي. حنا بغينا نستمروا في بلادنا، راه كينزلوا علينا الباطل، نهار خرجوا ما علموناش، ومشيت للمحامي قلت له الخبر راه خرجوا راه ما علموناش، قال لي غادي نكتب الاستئناف، والاستئناف يمكن ترجعها تعاود تحكم في بدالتك، علاش ما علموناش؟ مشاو داروا داك الشيء اللي بغاو هما. فائده بها الاستئناف تقول تأييد الحكم الابتدائي. هذا هي لا 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 سميتو. ودابا المحامدين قلت له يدير النقد، ولا اله الا الله محمد رسول الله. الحكم الغيابي باش ملي خرجوا ماشي. الشهود اللي كنتي كتقول دابا. هما الشهود ما استدعاوهمش، وقلت انا غادي عطيت المحامي الشهود ملي ما بغاش يستدعوهم. قبط عندهم الاقرار مول الكاميو والمص اللي بناو كيشهدوا بان ما كانش الطريق، هما اللي داروا ديك اللي طراس في الكاميو كيطلع يخوي الرمله والياجور، ما استدعاوهمش لا في الابتدائي
ولا في الاستئناف. ها هما التقرير ديالهم، قلت لهم كتبوا لي الاقرار، ها هما كتبوه لي حيت ما استدعاهمش باش يشهدوا في فمهم. ها هو الاقرار ديالهم عندي في الملف ديالي. شنو المطلوب دابا من الراي؟ مطلوب من الراي سميتو ينصروا المظلوم، ومطلوب من جلالة الملك ينصر المظلومين والجالية المغربية اللي سيدنا نصره الله كيوصي على الجالية المغربية. احنا مظلومين. تعاود تفتح مثلا، تعاود تفتح، ولا راه المحامي قلت له يدير النقد وما نعرف واش دار ولا ما دار. كلشي الوريقات عندك مضبوطين كما شفناهم دابا كما وليتيهم هنا. هذاك الشيء اللي كاين. غادي يطلعوا تشوفوا البلاصه وتصوروها. غنطلعوا تما. اقسم بالله انني درت دابا لواحد السيد 5 هكتارات نستمروا فيها نزيدوا الشجر ونزيدوا كذا كذا. ملي جاني هذا الحكم الظالم وليت يا ما كنبغيش كاع نجي لهاد البلاد، درتها بغيت نبيعها غير على هاد الظلم اللي نزل عليا. ها انتم كتشوفوا ها الاثار ديال الرمله، ها اليازور، ها البسان، راه هنا فين كيطلع الكاميو كيخوي. وملي داروا للمحافظه الجماعيه ذاك الاطراس الكاميو اللي كيطلع، قالوا هاد السيد راه داز عنده الطريق. انا عندي الرسم ديالي 4 فدادين دي متصله. ونبضوا الخبير، الخبير كيدير بانه كاين الشجر، والخبره الاخرى داروا بانه حرطنا الطريق باش نطلس معالم الطريق، وما حضروناش لا لا ملي خرجوا هما المحامي ديالهم والقاضي ديالهم، ما حضرناش حنا. ومشيت للمحامي قال لي غادي نكتب الاستئناف يمكن يردها تحاكم في ميدلت مره اخرى. فاذا حكم الابتدائي ما استدعوا الشهود، ما استدعوا حتى شي حاجه، قالوا الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي.